هذه معكم إذاعة سلطنة عمان. سولف معانا ناخذ ونعطي، واللي جمعنا عالهوى أحلى كلام. سوالفنا جميلة فيها آراء مفيدة، مفاهيم عديدة، دائما فكرة جديدة على الهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رازق المنن وباعث الهمم، والصلاة والسلام على من ألهم البشرية معالي القيم، وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم، ومن سار على نهجه من الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، أينما كنتم تستمعون إلى أثير إذاعة سلطنة عمان في هذا الوطن الغالي. نرحب بكم أجمل ترحيب، ومع إطلالة جديدة لبرنامجكم اليومي سولف معانا. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة وفي موضوع جديد اليوم إن شاء الله، معاكم من الواحدة وحتى الثانية ظهرا بمشيئة الله تعالى. لكم تحية من طاقم العمل إيمان الحسنية، سيف الفوري، غادة الهوتية، أحمد الحديدي، وفي الإخراج سيف الجرداني. لا لي ولا لي هو ولا لالي، حبيت يا عنيا واشغلت ببالي. لا لي ولا لي هو ولا لالي، حبيت يا عنيا واشغلت ببالي. لا لي ولا لي هو ولا لالي، حبيت يا عنيا واشغلت ببالي. حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين عن كيف تحل مشاكلك بطرق إبداعية. شاركونا أعزائي وكلمونا وخبرونا كيف تحلوا مشاكلكم. آي أحبك للمشاكل، آي أحبك للزعال، كل ما قلنا هدينا حدك أسبوع وتمل. آي أحبك للمشاكل، آي أحبك للزعال،
كل ما قلنا هدينا حدك اسبوع وتمل وليه ما نخط المشاكل نوصل لأقرب حلول أو نحاول بالتفاهم يمكن الغيمة تزول إذن شاركونا أعزائي المستمعين على أرقام البرنامج عبر الرقم 24640233 أو على الرقم 24640234 أيضا الرسائل النصيه القصيرة على 90484. إذن خلوكم معنا مستمعين الأحبة وإن شاء الله تعالى راح نكون معاكم حتى تمام الثانية ظهرا مع سالفتنا الجديدة لليوم. مثل ما ذكرتها زميلتي غادة الهوتية اليوم موضوعنا جميل وخفيف ورائع، أعتقد أنه يلامس أيضا تفاصيل حياتكم اليومية، حل المشاكل بطرق إبداعية. عزيز المستمع خبرنا كيف تحل المشاكل، كيف تحل مشكلتك إذا وقعت في مشكلة معينة، إذا واجهتك مشكلة معينة كيف تتصرف مع هذه المشكلة وكيف تحلها، خبرنا والطرق الإبداعية. أكيد في ناس هناك يعني خلنا نقول آليات معينة تقنيات معينة يتبعوها، خلوهم يخبرونا ويعرفونا فيها. ونستقبل أول اتصال ونقول مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. بس لو تقصر على صوت المذيع وتسمعني من سماعة الهاتف. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا. يا مرحبا بكم. من يكلمنا؟ راشد الشبلي. راشد الشبلي، أخبارك راشد؟ الحمد لله بخير. راشد وش رأيك في موضوع اليوم؟ والله موضوع جيد. انت وين انت اصلا؟ شكلك في سيارة رايح مكان معين يعني. لا الحين برا، كنت في السيارة لكن الهرب. يلا زين راشد، عندك اي مداخلة في موضوع اليوم؟ والله ما يعني مداخل يعني اساس تحل المشكلة. خبرنا زين، خبرنا انت كيف تحل مشكلتك، يعني اذا واجهتك مشكلة معينة سواء في البيت او في العمل او في جهة معينة كيف تحل المشكلة؟ اول شيء يعني إذا جات مشكلة ما نفعل، يعني أخلي الأمور تهدى أول شيء، وبعدين أحلها يعني أشوف شو السبب المشكلة اللي حصلت يعني. نعم. وأحلها يعني بطريقة يكون لا تأثر علي ولا تأثر على الشخص الآخر يعني. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، عسى الله يبعد عنا المشاكل يا رب، ونتمنى لك ما هي مشاكل إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لك درب السلامة وشكرا على مداخلتك. شكرا راشد، مع السلامة. إذن شكرا للأخ راشد على تواصله معنا، ونتمنى أيضا كل المستمعين كل الأحبة أيضا يشاركونا عبر الرسائل النصية القصيرة على 90484. نتعرف على سوالفكم في البداية، علومكم أخباركم، وبعدها ننتقل إلى موضوع سالفتنا لليوم اللي هي طبعا مثل ما ذكرناكم حل المشاكل بطرق إبداعية. واجهتك مشكلة معينة في البيت، في المنزل، في المدرسة، في الحياة العامة بشكل عام، كيف تتصرف يا عزيزي المستمع مع هذه المشكلة؟ راح نتعرف طبعا على حلولكم وأيضا اقتراحاتكم ونصائحكم وإرشاداتكم وتوجيهاتكم، ولكن بعد ما نستقبل أيضا اتصال جديد ونقول السلام عليكم. يا مرحبا وسهلين، كيف الأمور؟ الحمد لله الشكر لله. حياكم الله. الأخ نور الدين؟ لا، خميس براج الهنايا. يا مرحبا بالأخ خميس، يا مرحبا بك، كيف أمورك؟ الحمد لله شكرا. مخبارك؟ عساك مرتاح ومستانس ومبسوط. موضوع كل شيء يا غاد. نعم الحمد لله. موضوعنا اليوم مثل ما ذكرت ومثل ما ذكرت أيضا زميلتي غادة عن حل المشاكل بطرق إبداعية، ما أعرف يعني تذكر لي موقف معين حصل معك الأخ خميس وقدرت أنك تتغلب عليه بحلك بحل المناسب الأمثل الجميل، استطعت أنك توصل إلى حل جميل. أولا بعرف الموضوع ونخلص أعرف الموضوع أحلت عن طريقة سلمية إن شاء الله. نعم. إيه نعم. يعني بطريقة هادئة أول شيء تفكر في الموضوع وتحاول إيه قدر نعم. الإمكان أنك أيضا توصل إلى حل مناسب ويعني يطلعك من المشكلة اللي أنت فيها، صحيح؟ صحيح.
نتمنى الشفاء والعودة بالسلامة إن شاء الله لصاحب القلعة إن شاء الله. آمين. بمشيئة الله تعالى. شكرا. شكرا لك. السلام على جميع الأخوة اللي يتصلوا معكم. بارك الله فيك الأخ خميس، شكرا لتواصلك أيضا معنا. بارك الله فيك. أمس بلغتك بخصوص عبد الله بن سلم، تعرفه؟ نعم. بارك الله فيك، يعطيك العافية. كل التحية لك ولأيضا لكل الأشخاص اللي ذكرتهم في حديثك. شكرا جزيلا لك. شكرا على التواصل. أحسن. إذن اليوم موضوعنا عن كيف تحل مشاكلك. طبعا الكثير دائما يعني منا تواجه مشاكل معينة، سواء كان في البيت أو في جهة العمل أو الدراسة أو غيره، أمر طبيعي يعني، وتعودنا على أن نواجه مشاكل ووجودها في حياتنا. فالمشاكل أبدا ما تنتهي، وهي متنوعة، مشكلات مع الأصدقاء مثل ما قلنا، وفي العمل وغيره. ولكن هناك من يستطيع أن يقف أمام المشاكل ويحلها رغم صعوبتها، ولكن هناك الكثير أيضا لا يستطيعون حل مثل هذه المشكلات يعني، ودوما يجعلهم دائما متعصبين وفي حالة من الاكتئاب. وأيضا دائما نقول لعزيزي المستمع، يعني بدلا من تفكيرك في أحداث وتفاصيل مشكلتك، عليك أن تفكر في أسباب هذه المشكلة، وأعلم أن تفكيرك في الأسباب هو جزء من حل هذه المشكلة، لأن التفكير في تفاصيل المشكلة هو جزء أيضا لا يتجزأ من المشكلة ويزيدها. عموما رحيم، مستمرين معاكم ومتواصلين أيضا مع أحبتنا جميع من يشاركنا، سواء عبر الرسائل النصية القصيرة أو أيضا مع المتصلين. والغائب اللي افتقدناه يوم أمس اليوم موجود معنا على الهاتف وعلى الخط. نقول السلام عليكم يا عبد الله الراسبي. وعليكم السلام. هلا والله سيف، اخبارك؟ يا مرحبا بك، حياك الله. غيبت عبد الله عنا يوم امس. والله امس صراحه عسى ما شر يا اخي، عسى ما شر. واحد من اصحابي يعني، في واحد يصير له شيء متوفي. اوه، فاضطريت يعني اروح. عظم الله اجركم واحسن عزاكم ان شاء الله تعالى يا عبد الله. عموما معذور، ونحن فقط افتقدناك يوم امس، وكنا نتمنى تكون حاضر في موضوعنا، لكن ما عليه، اليوم ان شاء الله تعالى تكون بما انك موجود معنا ايضا تسمعنا كذا، وتطربنا ايضا بالراب الجميل بالكلمات الرنانه اللي دائما تسمعنا اياها. اكيد يلا عبد الله نسمع. المشاكل كثيرة ما تحدث هذه الأيام، ما في واحد في الحياة كل يوم سعيد ينام. كيف نعيش في سعادة والمشاكل علينا عايدة، وكيف نتخلص من المشاكل والناس هوايتها المشاكل. سمعنا من كلامهم للناس، أفعالهم وقوالهم ملها مقياس. من الأساس هذه لهم هواية، التفكيك بين الأخوة والحبايب. أمور كثيرة تحدث ورا الستارة، باختصار اسمها لعبة المصايب. المشاكل تزيد من يوم ليوم وتزيد الهموم، ويسمع عن هذه الدنيا خاطرك مكتوم. تبحث عن ذاتك فهذا العالم المشؤوم، تتفتح أبواب كثيرة وتتسكر أبواب كثيرة. والناس لازال الطلاب تمدلك يدها بالخير، ويفضوها ويقولوا عتاب. في طريق الشر يرحبوا بك الرحاب، يا للغراب تزيد مشاكل، وما انك عارف كيف لأهلك تبوح. ما انك داري بأي نظرة ومتى راح يرموك بالرموح. للأسف هذا موقف المراهق اليوم، ما انا عارف كيف يتصرف، هل هذا راح يصبح دوم؟ ما انا عارف كيف يتصرف، الخبرة عنده صغيرة، مجرد أفكار تتطرف ويبدأ يخرف. هل راح يكون طول حياته مديون؟ صور تتنشر في المخ تتعشر، نوايا تتشرشر. هذا أنا طالب عمري صغير، بس المشاكل لما تزيد تخليك أكبر كبير، أحوال تزيد. حاول أنك تزيد الخبرة، وحاول أنك ما تصير للناس عبرة. هالمشاكل خلك حاول تحل المشاكل برواء، تعين بربك أحسن دواء. عن نفسي أحل المشاكل، أستعين بنفسي لنفسي، وارجع للمشاكل كيف بدت، واستعين باللي أكبر مني، وشوف أكثر عن حل وزيد الحلول. في النهاية أعلم أن أنت عن نفسك مسؤول. أحسنت عبد الله، أحسنت على الكلمات الجميلة والرائعة. أحسنت وأحسن الله إليك يا عبد الله، ما شاء الله عليك يعني تبارك الرحمن. ومثل ما ذكرت إنه كل شخص أيضا مسؤول عن نفسه، وعن أيضا في حله للمشكلات لازم يكون يعني واعي، وأيضا يتفهم للطرف الآخر، وتكون أيضا يعني خلنا نقول الذكاء حاضر والشطارة حاضرة في مثل هذه المواقف. شكرا لتواصلك معنا عبد الله، شكرا لك. جزاكم الله خير، حياكم الله. شكرا، بارك الله فيك. دائما أيضا مستمعينا الأحبة نقول يعني الشخص يتكلم بالساعات في تفاصيل المشكلة، وعندما تسأله عن أسباب المشكلة للأسف يقول أنا لا أعرف. كل التفاصيل هذه راح نتعرف عليها، ولكن بعد هذا الفاصل.
أفا أفا يا درويش أنت تبكي؟ لا لا أصيح. ماشي فرق؟ خليني أروح حاشم، خليني أروح وخليني أعطيك فلوسك. أفا أقول لك سرقونا تراهم. نعم نسرقونا، لا يكون استغفلتني نوبة أنت ولقفت المحفظة. هات 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 با، لا تحسبني نايم. تسرقني هاشم؟ تسرقني وأنا جالس أشكي لك همومي؟ حياكم من جديد مستمعينا الأحباء. الناس ثلاثة أنماط في التعامل مع المشكلة. الأول هو شخص يعيش ليل نهار يفكر في تفاصيل المشكلة فيصاب بالإحباط. الثاني يترك المشكلة تماما فتزيد أكثر. الثالث يتابع المشكلة مفكرا في أسبابها وليس في تفاصيلها، ويعيش حياته بصورة طبيعية ويعتبر المشكلة جزء طبيعي من حياته وليست كل حياته. فكن أنت الثالث باختصار، الموفق من يفكر في مسببات الأشياء. بالضبط مثل ما ذكرت سيف، يعني دائما نحاول أن نشوف أسباب المشكلة ونفكر في أسبابها وفي تفاصيلها عشان نقدر نحلها بطريقة إيجابية. لكن أيضا يقول لك أنك أحيانا يجب عليك علشان يعني أنك تطلع من المشكلة بصورة جميلة وبصورة أيضا ترضي نفسك وتكون مرتاح ومبسوط منها، أنك أيضا لا تفكر في التفاصيل. خلك فقط يعني أعرف الأسباب، أحاول تحلها، ولكن أيضا لا تتعمق كثيرا في التفاصيل علشان ما تدخل أيضا في متاهات وفي دوامة قد لا تستطيع الخروج منها لاحقا. متواصلين معكم أحبتنا المستمعين وناخذ اتصال غادة. أيوة مساء الخير. مساء النور والسرور غادة. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ عزاك بخير؟ الحمد لله طيبين، أخبارك؟ الحمد لله. نمسي عليك ونمسي على زميلك سيف بالنور والسرور العم عبد الله، وحياك الله معانا في برنامجنا. كيف الحال اخ سيف؟ خير ونعمه ما شاكين باس، الحمد لله رب العالمين. شي علوم شي اخبار عندك العم عبد الله؟ ابدا سلامته كل الخير يا مرحبا. الحمد لله الا الخير والسرور والمحبه والحمد لله على يعني على كل حال. واحنا مثل ما اتلفت انت، نعم. يعني مواضيعكم كلها متجددة وجميلة الحمد لله. واليوم موضوعكم عن المشكلات، حل المشكلات. حل المشكلات. عم عبد الله ايش رايك تخبرنا كذا، لو واجهتك يوم الايام مشكلة معينة كيف تتصرف في العادة؟ في العادة خلنا نقول كيف تتصرف مع هذه المشكلات؟ انا اولا بوجه تحية حق المخرج سيف بن سالم القرداني وهو يسمعك، وتحية للمقطع الذي سمعته مع محمود بن عبيد لحسني أجمل تحية لك. كل التحية أنت أيضا العم عبد الله. وإحنا موضوعنا اليوم عن حل المشكلات، نتمنى من جديد أيضا أنك تعرف المستمعين وكل من يستمع. المشكلة طال عمرك يا سيف الأخ سيف، المشكلة إذا هي زلت لسان يعني ما بأخذها بجد ما يعني تأخذها بمحمل الجد. نعم يعني بحلها بشكل سلمية، وإذا صديقي أو غلط عليه يعني سبحان الله صحيح. يعني بتفاهم معاه وما بكون بحقد أو يعني بجدية يعني زلة اللسان. حلو جميل جدا. العم عبد الله ذكرت نقطة زلة اللسان، أحيانا وتصدر منا الكثيرين زلة اللسان هذه، فالواحد أيضا الواحد يقدر الطرف الآخر وما عليه يتغاضى ويعفى عنه والكذب من الغيظ والعفو عن الناس. عموما شكرا 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 عفى الله عما سلف صحيح، واللي فات مات طبعا دائما نقول. عموما شكرا لتواصلك معنا العم عبد الله. شكرا شكرا لك. ناخذ اتصال آخر ونقول مساء الخير. مساكم الله بالخير والنور. مساء النور يا هلا الوالد حمد، كيف الحال؟ عساكم طيبين. الحمد لله طيبين، اخبارك انت وش مسوي؟ والله الحمد لله انا اليوم زايرينكم في مسقط، اليوم زايرينكم. اها ما شاء الله، احنا سعيدين الوالد حمد بتواصلك الدائم معنا. جزاكم الله الف خير. واسمع الاخ سيف اليوم ما له صوت. موجود طال عمرك، موجود وموجود في القلوب الوالد حمد. بخير الحمد لله بخير ونعمة ما شاكين بس أبدا، فقط إحنا نسعد بتواصلكم معنا الوالد حمد. واليوم موضوعنا عن حل المشكلات، أكيد حاب تخبرنا بحاجة معينة، موقف معين مريت فيه وقدرت أنك تتغلب على مشكلتك. والله طال عمرك بالصبر. نعم والتسامح والصبر، واحد يصبر ويتسامح.
هذا تعتبر حل من الحلول الجميلة والمفيدة والحاضر أيضا في مختلف المواقف عند الناس العظماء أيضا، الصبر والتسامح. الحمد لله رب العالمين. شكرا شكرا لوجودك معنا وتواصلك معنا الواد حمد. شكرا للجميع الذي داخل الإذاعة من صغيرهم وكبيرهم، كلهم يسمعوك، ولك كل التحية أيضا الواد حمد. شكرا لك. شكرا. طبعا متصلين الدائمين العم عبد الله والوالد حمد بشكل يومي موجودين معانا، يحبوا يشاركونا ويسولفوا معانا، نحن نوجه لهم كل التحية ونسعد بأمانة بمشاركاتهم، ولكن في الوقت نفسه أيضا نتيح الفرصة نحاول قدر الإمكان للمتصلين الآخرين اللي ينتظروا على الخط. شكرا للوالد حمد وشكرا أيضا للعم عبد الله، نوجه لهم كل التحية. أيضا نستقبل الرسائل النصية على 90484، وصلت كذا مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى تقول: اهدأ واعرف المشكلة وأفكر بحل إيجابي، بدر الشعيبي. شكرا لك بدر. أيضا رسالة أخرى من عماد المحاربي: كل مشكلة ولها حل بالهدوء والراحة، وحبيت أمسي عليكم بالنور والسرور عزيزي المستمع، وإن شاء الله تعالى أيضا لكل المستمعين الأحبة. نتمنى دائما تكون كذا مساءاتهم يعني جميلة وبعيدة تماما عن المشاكل يا رب العالمين. الله يبعد عنا المشاكل، هي مثل ما ذكرتي غادة تكون حاضرة أيضا المشاكل في الحياة اليومية، وهذا شيء طبيعي وجبل الناس عليه يعني، والاختلاف أيضا حاضر، ولكن الواحد والشاطر الذكي اللي يقدر أيضا يتعامل مع هذه المشكلة بأريحية وبراحة صبر وأيضا بتأني وعقل واعي تماما، ليقدر في النهاية أنه يحل المشكلة. ولا يهمك يا سيف، ناخذ الاتصال ونقول مساء الخير والسلام عليكم. السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام، يسعد مساك، يسعد أيامك يا رب العالمين، يا مرحبا بك وحياك الله معنا. الله يحييك، كيف حالك؟ الحمد لله بخير ونعمة، ما شاكين باس. ما أعرف تعرفنا عليك؟ معك ماجد السبيعي من المملكة العربية السعودية. ماجد السبيعي من المملكة العربية السعودية، يا مرحبا بك يا ماجد. يا مرحبا، كيف أمورك؟ كيف صحتك يا صديق العزيز؟ والله ابن خطر عمرك دام نسمع صوتك ومواصلين لمثلك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، صراحة مفاجأة ولا أروع بأمانة، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني يا ماجد وينك؟ غيبت عنا يا أخي. الله يسعدك والله. العودة إن شاء الله زي ما نقول لك، العودة عودة يعني تسلم. بعد طول انتظار طال عمرك حبنا نفاجئك اليوم. والله تسلم يا ماجد، ونتمنى إن شاء الله تعالى تكون أيضا حاضر معانا في أرض السلطنة، نتشرف فيك وحياك الله وتنور معانا هنا في السلطنة. اشرف كريم، الله يعطيك العافيه. ماجد الغالي، طبعا احنا اليوم نتكلم عن موضوع جميل، عن حل المشكلات، واكيد عندك خبر بالموضوع حل المشكلات بطرق ابداعيه، وبما انك اتصلت يعني ناخذك ايضا نتعرف عليك، انك يعني انت من الناس ما شاء الله تبارك الرحمن المميزين والناجحين في حياتك العلميه او العمليه. فكلمنا عن المشكلات، لما تواجهك مشكله معينه كيف تقدر تتعامل معها؟ أول شيء شكرا لك على هذا الإطراء أستاذ سيف، الله يعطيك العافية. على رأسي والله يا ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أوجه تحية لك ولزملائك الأستاذة غادة البلوشي، غادة الهوتية. أيوة. معاي وعايدة، عايدة اليوم ما موجودة، عايدة البلوشية ما موجودة، لكن اليوم معاي غادة الهوتية. كل التحية لك، أبعث لها تحية طال عمرك. نعم. في البداية أنا أشكر جدا سلطنة إذاعة سلطنة عثمان على الاستضافة الطيبة هذه، ويعني أنا من المعجبين جدا برنامج سولف معنا. تسلم. برنامج اللي يطرح مشاكل للشباب ويطرح بعض الهموم ويعالجها. طيب بالنسبة لي أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، بعد ما بعثت تحية من المملكة العربية السعودية، لأن أنا من جدا متابعين للأستاذ سيف الفوري. على راسي يا ماجد، يعني من الناس المبدعين صراحة. على راسي والله يا ماجد، تسلم ودوم كذلك. وبارك لك، ولو انها جت متاخره بس يعني خذها من قلب اخوه، يعني البركه المركز الاول في التعليم العالي، مسابقه في المذيع. تسلم. تسلم تسلم يا ماجد. طيب ما شاء الله انت متابع لي، وانا ان شاء الله تعالى بتابعك ومتابع ومتواصل معك دائما يا ماجد حبيبي، الله يرضى عليك. طيب تسلم. جميل. ندخل في الموضوع شوي. تفضل. الله يبارك فيك. طيب بالنسبه لحل المشكلات، طبعا انا لي طريقتي الخاصه في حل المشكلات، وحابب اشارك اخواني، يعني ممكن كل واحد يكون له طريقته الخاصه. صحيح. حل المشكلات يعني في البدايه لازم تكون عندك خطوات للحل، يعني في البدايه اول خطوه انك لازم تتعامل مع الموقف بكل اريحيه. صحيح. فلأن التركيز مطلوب في حل المشكله، اذا انت كنت غير مركز يعني في موضوع مشكلتك هذا راح يدهورك، واذا كنت متوتر برضو ما راح توجد الحلول المناسبه. صحيح. فاول خطوه يعني خذ الامور بسعه صدر وكن مريح على الاخر، وكل مشكله راح يكون لها حل.
صحيح. ممكن الشيء الثاني برضو أول حاجة أعرف إيش مشكلتك بالضبط. صحيح. إذا ما مشكلتك هذا مشكلة كبيرة. يقول كذا كنت تعلم إذا كنت لا تعلم. فتلك مصيبة كبيرة. كنت تدري فالمصيبة أعظم. يا سلام. فأول شيء يسمونه بالإنجليزي define the problem، يعني أول شيء أعرف المشكلة. إذا كانت مالية أو كانت يعني فريق العمل أو كانت يعني بغض النظر عن نوعها بالضبط. نعم. فأول حاجة أعرف إيش مشكلتك. الشيء الثاني شوف الحلول المناسبة. أو الحلول الموجودة عفوا. نعم. يعني إيش المتاح لك. الشيء الثالث أعرف الحلول اللي تناسب وضعك الحالي. جميل. يعني ممكن يناسبك الحين ما يناسبك بعدين. صحيح. كلامك صحيح جدا. فهذه بعض الخطوات ومنها تقدر تعمل خطة بسيطة قصيرة المدى لحل المشكلة على حسب المدى الزمني اللي عندك فيها. هذه بعض الخطوات اللي أنا أتخذها في يعني حياتي اليومية وزي ما قلت لك يعني. نعم جميل. طيب خبرنا عن رسالة أو كلمة حاب توجهها لكل من يسمعنا الحين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ماجد. في البداية الرسالة اللي أنا أحب أوصل لهم يعني في ضغط كثيرة في البلد سواء في سلطنة عمان في المملكة العربية السعودية وغيره وغيره وغيره. نعم. أنا أحرص على البرامج اللي راح تعالج لك مشكلات في حياتك اليومية. صحيح. وبرنامج سولف معنا من برامج يعني اللي تعجبني صراحة لأنه يأخذ الأمر ببساطة ما يأخذ الأمر بشوية تعقيد، يأخذ الأمر يعني زي ما يقول ليمان لانجوج يعني لغة الرجل البسيط. بارك الله فيك يا ماجد. بارك الله فيك يا ماجد. وإحنا بأمانة يعني سعيدين جدا بوجودك معانا وبهذه المفاجأة الجميلة إنك شاركتنا، يعني ربما من المتصلين أول متصل كذا من خارج السلطنة يشاركنا في برنامجنا. شكرا لوجودك معنا يا ماجد. شكرا لي الشرف. الله يعطيك العافية سيف. نعم بارك الله فيك. نعم. ممكن ثانية بس. تفضل طال عمرك. الله يجزاك خير. أول شيء أبعث تحية لجميع زملائي في سلطنة عمان. أنا جدا من الناس اللي يحبون عمان وأهل عمان، وأبعث تحية برضو لسلطان قابوس. أنا من الناس اللي جدا معجب شخصيته ومعجب برضو بولاء شعبه له. تسلم. تحية لقلوبكم المعرفة طاقة من الورد فيها لكم تحقونا بقدر معزتكم وقدركم. بارك الله فيك. على راسنا يا ماجد السبيعي. شكرا شكرا لوجودك معنا. بارك الله فيك. أحسنت يا الغالي. الله يسعدك. شكرا لك عزيز. تسلم تسلم تسلم. شكرا. يعني مفاجأة جميلة بأمانة، يعني من الناس المبدعين الناجحين بأمانة هناك في المملكة العربية السعودية في الحياة العامة. يعني دائما يتحفنا ماجد من خلال صفحاته التفاعلية في مواقع مختلف شبكات التواصل الاجتماعية، دائما اطروحاته جميلة تناقش أيضا تفاصيل الحياة اليومية لجميع المتابعين له سواء في الصفحات الاجتماعية وغيرها. شكرا لماجد السبيعي على مشاركته وتواصله معنا، وإحنا أيضا متواصلين معكم أحبتنا المستمعين وفي برنامج سولف معنا، وأكيد هناك مجموعة من الاتصالات بانتظارنا وأيضا مجموعة أيضا من الرسائل النصية القصيرة نقرأ بعضا منها يا غادة. في رسالة تقول كل مشكلة ولها حل، التفاهم بين الطرفين هو الحل الوحيد. الرسالة من أبو منير النعبي، كل التحية لك وشكرا على تواصلك. أيضا رسالة أخرى تقول مساء التسامح، المشاكل موجودة بس لكل مشكلة حل، بس بعقلانية بعيد عن التعصب من زاهر الراجحي. إذن شكرا لأبو منير وأيضا شكرا لزاهر الراجحي. شكرا لتواصلكم الدائم معنا في برنامجنا، وإحنا أيضا مستمرين معكم ومستمتعين أيضا أحبتنا المستمعين. إحنا موضوعنا اليوم مثل ما ذكرناكم قواعد حل المشكلات، خلنا نقول حل المشكلات بطرق إبداعية. خبرونا عن تقنياتكم وآلياتكم أيضا الطرق اللي تتبعوها في حل المشاكل، علشان أنا وغادة وسيف الجرداني جميع أيضا طاقم العمل الموجودين خلف الكواليس وأيضا طبعا المستمعين يستفيدوا من تلك الطرق. بقول نستني عيونك هذا على طول هو حال مجنونك. وش كنت بقول نستني عيونك هذا على طول هو حال مجنونك. أتبلم وأتكلم أو أتحب وحواجي أتألم. لا 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 جيت بتكلم قدامك أتبلم.
نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233 الرسائل النصية القصيرة 90484 90484 يا محلى السوالف نلتقي فيها الرضاعة من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية على الهواء سولف معانا. عودة مجددة لكم مستمعين الكلمة يسمعنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان على التردد 94.4. ومثل ما ذكرنا موضوع اليوم عن كيف تحل مشاكلك بطرق إبداعية. طبعا نستقبل مشاركاتكم وتواصلكم أيضا مستمعين الأحبة على الرسائل النصية القصيرة 90484 وأيضا على أرقام الهواتف البرنامج 24640234 أو أيضا على الرقم الآخر 24640233. طبعا مثل ما ذكرنا دائما يعني الناس مثل ما ذكرنا ثلاثة أنماط في التعامل مع المشكلة، وأيضا خلنا نقول من ضمن الخطوات الواحد بإمكانه يحل المشاكل ويوصل أيضا لحل جميل وحل يرضيه ويخلصه ويطلعه أيضا من المشكلة اللي وقع فيها في البداية، لا تفكر أبدا في تفاصيل المشكلة. بالإضافة أيضا الحل الثاني بإمكانك إيجاد حل واقعي، نقول إيجاد حل لأن بأي أين كانت الحلول، إيجاد حل بديل أو أيضا استشارة أصحاب الخبرة أو القرار الحاسم تم التنفيذ. ودائما دائما تأكد أنه أن تحتفظ بحقك ولا تحاول التخلص من المشاكل المعقدة. أيضا إيجاد حل بديل، وهالنقطة جدا مهمة أن بعد ما نوضع حل معين نقول ما هو الحل البديل إذا لم ينجح الحل الأول، لأن الشخص إذا لم يضع الحل البديل قد يصاب بالإحباط إذا فشل في الحل الأول.
أيضا بعد استشارة بعد التفكير في الأسباب اختصر الوقت والجهد واستشر أيضا أصحاب الخبرة في حل مشكلتك، وأنت بالاستشارة تضم عقول أخرى طبعا إلى عقلك، تفكر معك وترى مشكلتك من زواياها كلها وليس من زاوية واحدة فقط. والآية الكريمة تقول وشاورهم في الأمر. أيضا القرار الحاسم، لازم نتخذ قرار بأن إحنا نريد نحل المشكلة معينة عشان ما يتقلب الأمر بعدين، ودائما قبل اتخاذ القرار أنت في حالة التفكير، لكن بعد اتخاذ القرار أنت في حالة أخرى وهي التنفيذ. الواحد دائما يميل غادة قدر الإمكان أنه يبرر أخطائه أيضا للآخرين ويعتذر، حتى لو كان ما غلطان يعتذر ويقعد يبرر أخطائه وغيره للآخرين. صحيح نحن نعترف أنه لازم التسامح والعفو والعذر وغيره، ونحن تكلمنا عن كل هذه الثقافات في الحلقات الماضية، ولكن مهما يكن أيضا أنت يجب عليك عزيزي المستمع أن تحتفظ بحقك. هذا الحق هو أن تخطي، فعندما تخطي لا تنفعل ولا تحزن ولا تكثر أيضا من بيان أعذارك للناس، فأنت لك أن تخطي وتتعلم من هذا الخطأ، لأنه إيش؟ كل ابن آدم خطأ. قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستخير ونستشير ولا نندم إذا ظهر أن القرار خطأ. أيضا لا نحاول التخلص من المشاكل المعقدة، هناك كثير مشاكل لا توجد لها حلول، فنقبلها كما هي، ننظر إلى المشكلة أو العقدة، إذا كانت معقدة فعليك بالتكيف معها لين نتخلص منها. صحيح. أما إذا كانت مثلا سهلة فهذا يعني جدا سهل أن احنا نتخلص من هذه المشكلة. هذه بعض الخطوات البسيطة تماما يعني أعطيناكم إياها مستمعين الأحبة، ونحن أيضا بانتظار مشاركاتكم علشان تخبرونا أيضا كيفية حلكم أنتم شخصيا للمشاكل هذه، الطرق التي تتبعوها، الآليات المتبعة في هذا الموضوع، كل هذا وغيره طبعا نتواصل معكم عبر الرسائل النصية القصيرة وأيضا عبر أيضا الاتصالات. عموما هناك أيضا رسائل نصية قصيرة موجودة معنا وبإمكاننا أيضا نقراها ونطلع عليها. في رسالة من ماجد يقول فيها: مني العذر لكل شخص عن وصاله أبطيط، ومني سلام لكل شخص يظن أني تجاهلته. العذر لكل شخص عن رسالة متكررة أكثر مرة. في رسالة أخرى تقول: كل مشكلة لها حل إلا الواسطة ما لها حل. عزيزي المستمع، لا يمكن أن تصفو الحياة من المشكلات، لأن الصفاء المطلق من خصائص جنة النعيم، والاعتراف النفسي بهذه الحقيقة يدفعنا للتعامل مع مشكلاتنا على أنها تحديات مثيرة، وفي تجاوزها وحلها الإنجاز والانتصار. وأيضا أنا رايك إيه البيت أحسن؟ إيش هذه الحالة؟ أقول لك ما من هنا البيت، ويمكن ما هي المنطقة أبدا، أنا ما أحب أجي معك مكان، تزور ناس ما تعرف مكاناتهم، إيش هذه الحالة؟ إيش اللي جابنا هذه العزومة؟ يا نورة لا تستعيلي، خلينا نسأل ويقولوا اللي يسأل ما يعيل الدرب. نسأل من؟ هو بقى حد ما سألناه؟ انزين اتصل فيه يا أخي. قلت لك روحي، ما عارف لي رقم تليفونه، وخاف يزعل علينا إذا ما ينال العزيمة. أعوذ بالله من غضب الله، هذا اللي بيخليني أنتحر والسبب برود أعصابه. كيف حالش؟ أنا الحمد لله بخير، كيف حالك؟ أنا يوبهي الحمد لله بخير وعافية، هبت ريح. أقول لك يا بنت الحلال، تعرفي حد ساكن في هذه المنطقة اسمه صالح بن نافع؟ كيف حالش؟ تراني قلت لك بخير، نحن نسأل عن صالح بن نافع، ساكن هنا؟ أعطيني ريال. أقول هذه الحرمة هايها فيها خفة عقل، أضربك بحصار. يا محلاها السوالف نلتقي فيها رباعة، سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية، على الهواء سولف معنا. سولف معانا، ونحن أيضا مستمرين ومعاكم أحبتنا المستمعين ربع ساعة على نهاية عمر برنامجنا بمشيئة الله تعالى. ستيفن كوفي يقول: قاعدة إدارية جدا جدا مهمة، إذا نقلت المشكلة إلى مديرك فأنت مراسل، وإذا نقلتها مع اقتراح بحلها فأنت مستشار، أما إذا نقلتها وقد بادرت في حلها
فأنت بحق قائد. المشكلة أعزائي المستمعين تعني جرس إنذار لسبب يجب التعامل معه، والمشكلة لا تأتي فجأة، بعد كل مشكلة نجد هناك مؤشرات كثيرة أتت تباعا للانتباه لها، ولكن للأسف تم تجاهلها فتحولت إلى مشكلة. وهذا اللي حاصل طبعا غادة بشكل كبير جدا، أحيانا بعض المشكلات خلاص يعني لما نتجاهلها وما نحاول قدر الإمكان نتطرق فيها ونتكلم ونتفاهم حولها، سبحان الله تلقائيا تتحول إلى مشكلة أكبر وأضخم، وهذا ما لا نرجو أبدا إن شاء الله تعالى. عموما ما راح نطول أيضا على المتصلين اللي ينتظرونا على الخط، نقول مساء الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا وسهلين، حياك الله. يسعد مساكم. يسعد أيامك يا رب العالمين، حياك الله معنا. ماجد فوري معك. يا مرحبا بماجد، كيف حالك يا ماجد؟ الحمد لله، كيف عساك؟ مرتاح مبسوط؟ الحمد لله. حياك يا ماجد، حياك. احنا موضوعنا اليوم عن حل المشكلات، وانت امس كنت موجود معنا وحاضر ايضا في رسائلك النصيه القصيره وايضا بالاتصالات. اليوم كلمنا كيف تحل مشكلتك يا ماجد. جميل، موضوعكم جميل جدا صراحه. فهو لو ناخذ حل المشكله فن، بالنسبه لي انا انظر لك كونه فن للابداع لذوي الشخصيات الناجحه. نعم، لانه ما كل الناس لها مع هالفن، لأن البعض الأغلب يلقى في البداية إنه يفرغ قام غضبه على المشكلة، بعدين يبدأ في التفكير في حل المشكلة، واللي هو يفترض يكون العكس. صحيح. فمن بين حلول المشكلة ما يسمى بامتصاص الغضب، فإن جميل، هذه تقنية جدا ممتازة. صحيح. حتى يقال إن ابتسامة الخاسر تسلب نشوة الربحان، الانتصار والفرح. نعم صحيح. طبعا يعتمد على المشكله بروحها، يعني هل قد تكون المشكله يحتاج الى حل عاقل او اقل. يعني على سبيل المثال اذا واحد خسر مصنع، ما معقول ان يحل هذيك المشكله، يعني يحتاج الى ان يلقى الى الاسباب وما شابه. يعني كلامك صحيح وعين الصواب يا ماجد. شكرا، شكرا لتواصلك معنا، بارك الله فيك، وشكرا على اضافتك ايضا الجميله في برنامجنا. في رسالة وصلت من أم عبد العزيز تقول أشكركم على البرنامج الجميل، وأي أحد عنده مشكلة يحلها بهدوء، الله يبعد عن المشاكل يا رب وعن الجميع. في اتصال، مخرجنا يقول في اتصال. مساء الخير. أيوة مساء الخير، شكله راح الاتصال. في رسالة أيضا أخرى وصلت من سلمان الهاشمي يقول فيها مساء الخير، حل المشاكل يعتمد على نوع المشكلة، فهناك مشاكل مهما فكرت بها لن تجد لها حل سوى الاستعانة بأحد من أصدقائك ليجد لك حل. احنا ايضا مستمرين معاكم ومتواصلين احبتنا المستمعين. احيانا مثل ما ذكرنا نحن نفس النقطه اللي ربما اللي تكلمنا فيها، في ان الواحد يجب عليه استشاره اصحاب الخبره واصدقائنا المقربين، هم اساسا ايضا نحاول قدر الامكان نستشيرهم عندما نقع في مشكله معينه، في موقف صعب معين، على طول بامكاننا نلجا الى اقرب الناس الينا. ليش؟ لانهم ما راح يجاملون اساسا، راح يعطونا الحلول الجميله المفيده والحلول اللي تخلصنا وتطلعنا ايضا من المشكلة اللي واقعين فيها. إذا مثل ما ذكر زميلي سيف، حلو أن بعد نستشير زملائنا أو أصدقائنا ليساعدونا في حل المشكلة. وفي اتصال ونقول مساء الخير. أهلا، مساء النور، يا مرحبا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، كيف الأمور؟ الحمد لله طيبين. الحمد لله رب العالمين. يا مرحبا وسهلين، وحياك الله أستاذ يونس المعمري، باحث اجتماعي وايضا مشرف الانشطه الطلابيه بالجامعه العربيه المفتوحه. مرحبا بك معنا ومساء الخير استاذ يونس. يا اهلا، يا مساءكم نور وورد وجمال جميل باذن الله. حياك الله معنا. واحنا موضوعنا اليوم يعني عن، اعتقد عرفت الموضوع استاذ يونس، عن حل المشكلات بطرق ابداعيه، واحنا كذا من خلال هذه الوقفه وهذه المساحه احنا حابين انك ايضا تعرفنا وتعرف جميع المستمعين عن الخطوات اللي ينبغي على الشخص انه يتبعها علشان يطلع من المشكله ويخرج ايضا بنتيجه ايجابيه. أنا أول شيء قبل لا أبدأ، أنا عجبتني الفكرة، عجبني الموضوع، إنه أنتم مش فقط تبحثوا عن حل المشكلات، لا، أنتم تبحثوا عن حل المشكلات بطريقة إبداعية. صحيح. وهذا شيء جدا جميل، وبصراحة يعني ما ركزت فيها كثير في البداية، لكن الحين انتبهت، لأنه إحنا يعني
لا نبحث فقط عن طريقة المعالجة، إنما نبحث عن طريقة معالجة إبداعية، فهذا شيء جدا يحسب لكم. تسلم إنه تسلم في هذا البرنامج. تسلم يعني. يونس تسلم. بالنسبة لبعض الخطوات وبعض الأشياء اللي ممكن نقولها، إنه بعض الأحيان أنا أقول إنه المشكلات مثل بيت العنكبوت. طيب إنه بيت العنكبوت تيجي وتصنع البيت كذا، إذا جات الفريسة وطاحت في بيت العنكبوت، كل ما راحت الفريسة وتحركت بشكل أكبر وبشكل كذا يعني واضح وكذا، هذا يدل على أنه العنكبوت راح تنتبه وراح تجي وتأكلها. لكن إذا كانت الفريسة هادية شوية وحاولت أنها تفك نفسها بهدوء، صحيح، العنكبوت ما راح تنتبه وراح ممكن أنها تقدر بقدر الإمكان تروح وكذا. ما شاء الله المثال كيف اللي جبته أستاذ يونس، ما شاء الله تبارك الرحمن. هي كذا إحنا لما نقع في المشكلات، إذا كنا يعني متنرفزين ومعصبين وكذا ونصارخ وغيره، بهذه الطريقة إحنا أصلا نزيد المشكلة ونعقدها عليه نعقدها وتدور علينا أكثر وأكثر. لكن لو خلينا حبة حبة بهذه الطريقة راح نفكك العقد هذه بشكل أبسط وبشكل أسهل. وأيضا أؤكد على النقطة اللي قلتوها، إنه إحنا ممكن إنه يعني نستشير أو نسأل المستشارين أو حتى نسأل أصحاب الخبرة في الموضوع هذا وحتى أصدقائنا اللي موجودين معانا. في غالب الأحيان نحتاج لهذه النقطة. لكن في شيء آخر أيضا نحتاج إليه، إنه بعض الأحيان الواحد يحتاج إلى أنه يجلس بنفسه أيضا، يجلس مع نفسه، الجلوس مع النفس. صحيح بالضبط، يجلس مع نفسه يراجع نفسه كذا، يحاول بقدر الإمكان أنه يركز في الموضوع، إيش أسباب هذه المشكلة، كيف ممكن أعالجها، كيف ممكن كذا. لأن دائما التخطيط والهدوء في هذا المجال يعطينا فرصة أكبر لمعالجته بشكل أسهل ويعني بمخاطر أقل. أستاذ يونس دائما يقول هناك، لو كانت عندك مشكلة معينة حاول قدر الإمكان أنك ما تتعمق في تفاصيل هذه المشكلة، برأيك السبب ليش؟ هو شوف يعتمد، أتوقع يعتمد على نفس على الموقف نفسه. بعض المواقف صح، بعض المواقف إحنا يفترض علينا إن إحنا ما نركز فيها. شوف وأنا بعطيك مثال، إذا كان يعني دائما أحب الأمثلة هذه. شوف أنت بعض الأحيان إحنا نمشي في الشارع، إذا بعض الأحيان هذا الشارع فيه مثل الشقوق وكذا والفتح والكسرات وكذا، صحيح، والحفر يعني. إذا مشينا إحنا بالسيارة بهدوء وبأنا راح نشعر بهذا التشققات، راح نشعر بهذه الحفر، ولكن إذا مشينا عليها بسرعة بعض الأحيان إحنا ما نشعر بهذه التشققات. صح، صحيح، ولا ما صح؟ صح، كلامك صحيح، كلامك صحيح. بعض الأحيان المشكلات بهذه الطريقة، بعض المشكلات إحنا علينا إن نمشي عليها بسرعة أساس ما نشعر بها. صحيح، جيد، لأنه إذا مشينا عليها حبة حبة وجلسنا نفكر فيها ونعمق فيها ونزيد المشكلة أكبر راح تكبر. بالضبط، راح تكبر وراح نشعر بهذه النقاط وراح نشعر بأننا كأننا سقطنا في هذه النقاط. نعم، رسالة حاب توجهها أستاذ يونس بس كذا لضيق الوقت، يعني لذلك الوقت أقول إنه الحياة لن تخلو بتاتا من المشكلات. صحيح، لكن علينا بقدر الإمكان أننا نحاول أن نعالجها بأقل قدر من المخاطر. ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا من الأعماق أستاذ يونس المعمري على وجودك معنا اليوم وعلى هذه المساحة والوقفة الجميلة اللي أفدتنا فيها وأكيد أفدت أيضا المستمعين بها. شكرا لك وما بارك الله فيكم. بارك الله فيك أستاذ يونس. إذا كان معنا مستمعينا أستاذ يونس المعمري، باحث اجتماعي وأيضا مشرف الأنشطة الطلابية بالجامعة العربية المفتوحة. دائما ما شاء الله عليه، يعني بين فترة وأخرى أيضا يعني يقدم له معلومات جميلة وإضافات جميلة تشكر عليها. عموما إحنا قد نكون غاد وصلنا للختام، وصلنا لختام البرنامج. وقبل لا نختم كذا دعوة، عسى الله يبعد عنا المشاكل يا رب والعالمين. نذكركم بطاقم العمل: إيمان الحسنية، عايدة البلوشية، سيف الفوري، غادة الهوتية، أحمد الحديدي، وفي الإخراج سيف الجرداني. ونتمنى لجميع أحبتنا المستمعين دائما وأبدا أنهم يعيشوا في حياة هانئة كذا، سعيدة جميلة رائعة، بعيدا تماما عن المشاكل. المشاكل أحيانا تكون موجودة صحيح وشيء طبيعي مثل ما ذكر أستاذ يونس، ولكن دائما نسعى قدر الإمكان أن نبعد هذه المشاكل عن طريقنا، ونجلب أيضا لأنفسنا كل الطرق، كل الوسائل، كل التقنيات اللي تخلي من حياتنا جميلة مفعمة بعبق الجمال والروعة دائما وأبدا بمشيئة الله. هلا يما وهلا يوم، هب الغرب وشال هدوم، يسلم للبيت خب الحب وقلبه من جوا مغروم. هلا يما وهلا يوم،
انتظرونا أعزائي المستمعين في حلقة بكرة من في نفس الموعد من الواحدة وحتى ثانية ظهرا بمشيئة الله تعالى. إذا نتمنى لكم إن شاء الله تعالى دائما بما أنكم الحين تستمعوا لنا عبر الأثير ومعظمكم أيضا يقود المركبة الحين، دائما نقول لأجل عمان اترك مسافة أمان واربط حزام الأمان، دائما دمتم بخير ودامت عماننا تخطو مدارج الرفعة نحو ذرى المجد والعزة. إلى الملتقى أيها الأحبة. هلا يما وهلا